ألم أرسل إليك طالبا الهدنة يا أرمانوس؟ لماذا أصررت على المعركة اغترارا بعدد جيوشك وعدتك؟ دعني من التوبيخ أيها السلطان أيوة السلجوقي الب أرسلان وافعل ما تريد. ما عزمت أن تفعل بي إن أثرتني يا ملك الروم؟ أفعل القبيح؟ مم. وما تظن أني فاعل بك؟ إما أن تقتلني أو تشهر بي في بلاد الإسلام. بل اني اعفو عنك على ان تدفع فديه مقدارها الف الف دينار وخمسمائه الف دينار وان ترسل الي عساكر الروم عندما اطلبها وان تطلق كل اسير مسلم في بلاد الروم